أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. نتابع في التابع الأسي. ليكن سي الخط البياني للتابع F المعرف وفق Fx يساوي لوغاريتم E أس 2x ناقص E أس x زائد 1. تحقق من المقولات التالية: التابع F معرف على R. يكتب Fx بالصيغة Fx يساوي 2x زائد لوغاريتم 1 ناقص E أس ناقص X زائد E أس ناقص 2x. المستقيم D الذي معادلتي Y يساوي 2x مقارب مائل للخط C. الخط C يقبل مماسا وحيدا دلتا موازيا محور الفواصل. 2. ادرس تغيرات F ونظم جدولا بها. اكتب معادلة المماس T للخط البياني C في النقطة التي فاصلتها صفر منه. ارسم كل من D ودلتا و T ثم ارسم C في المعلم ذاته. لنتحقق من المقولة أن التابع F معرف على R، لنأخذ مداخل اللوغاريتم E أس 2X ناقص E أس X زائد 1 ونجعله بالصورة القياسية. نلاحظ أن E أس 2X يساوي E أس X مربع. إذن E أس 2X ناقص E أس X زائد 1 يكتب E أس X مربع ناقص 1 E أس X زائد نصف للتربيع ناقص نصف للتربيع أضفنا نصف أمثال E أس X للتربيع وطرحنا نصف أمثال E أس X مربع زائد 1. الآن لنجعل المقدار E أس X مربع ناقص E أس X زائد نصف للتربيع وهو مقدار مربع كامل. إذن نجد المقادير الثلاثة هي جذر الأول E أس X، إشارة الأوسط ناقص، وجذر الثالث نصف والكل للتربيع. ناقص ربع زائد واحد يساوي 3/4. نجد أن هذا المقدار E أس X ناقص نصف للتربيع مقدار موجب تماما زائد مقدار موجب زائد 3/4 يصبح المقدار كاملا موجب تماما أكبر تماما من الصفر. مربع كامل موجب زائد 3/4 إذن أصبح أكبر تماما من الصفر. أصبح لدينا المقدار ما داخل اللوغاريتم E أس 2X ناقص E أس X زائد 1 مقدار موجب تماما مهما كانت قيمة X. إذن التابع F معرف على كامل R. لنتحقق أن التابع F يكتب بالصيغة التالية: 2X زائد لوغاريتم 1 ناقص E أس ناقص X زائد E أس ناقص 2X. نخرج من المقدار ما داخل اللوغاريتم عامل مشترك E أس 2X ونقسم كل مقدار على E أس ناقص X كل مقدار داخل القوس. إذن نخرج E أس 2X
نقسم اي اس 2 اكس على اي اس 2 اكس يساوي 1. اي اس اكس تقسيم اي اس 2 اكس يساوي 1 على اي اس اكس ويساوي اي اس ناقص اكس. 1 تقسيم اي اس 2 اكس يساوي اي اس ناقص 2 اكس. اذا ناخذ اف اكس هي لوغاريتم اي اس 2 اكس ضرب 1 ناقص اي اس ناقص اكس زائد اي اس ناقص 2 اكس. نعلم ان لوغاريتم الجذاء يساوي مجموع اللوغاريتمات. اذا لوغاريتم اي ضرب بي يساوي لوغاريتم اي زائد لوغاريتم بي. اذا لوغاريتم اي اس 2 اكس زائد لوغاريتم 1 ناقص اي اس ناقص اكس زائد اي اس ناقص اكس. الان لوغاريتم اي اس 2 اكس وهي قاعده تساوي 2 اكس لان لوغاريتم الاي اس اكس يساوي اكس زائد لوغاريتم 1 ناقص اي اس ناقص اكس زائد اي اس ناقص 2 اكس. اذا اف اكس كتب بهذه الصيغه. المستقيم دي الذي معادلته واي يساوي 2 اكس مقارب مائل للخط سي، نضع جي اكس يساوي اف اكس ناقص 2 اكس. ناخذ اف اكس بالصيغه 2 اكس زائد لوغاريتم 1 ناقص اي اس ناقص اكس زائد اي اس ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس يساوي الناتج لوغاريتم 1 ناقص اي اس ناقص اكس زائد اي اس ناقص 2 اكس. ناخذ نهايه جي اكس عندما اكس تسعى الى زائد لا نهايه. لناخذ نهايه اي اس ناقص اكس عندما اكس تسعى الى زائد لا نهاية تساوي الصفر، وكذلك ايضا نهاية اي اس ناقص 2 اكس عندما اكس تسعى الى زائد لا نهاية ايضا صفر. اذا ليميت جي اكس عندما اكس تسعى الى زائد لا نهاية يساوي لوغاريتم 1 ناقص صفر زائد صفر يساوي لوغاريتم الواحد ويساوي الصفر. إذن بما أن نهاية جي إكس عندما إكس تسعى إلى زائد لا نهاية تساوي الصفر، إذن المستقيم الذي معادلته ويساوي 2 إكس هو مقارب مائل للخط البياني سي في جوار الزائد لا نهاية. الخط سي يقبل مماسا وحيدا دلتا موازيا محور الفواصل. كي يقبل مماسا موازيا لمحور الفواصل يجب في النقطة التي فاصلتها A يجب أن يكون المشتق عند A يساوي الصفر. التابع F اشتقاقي على R ومشتقه مشتق ما داخل اللوغاريتم على مضمون اللوغاريتم. اذا اي اس 2 اكس ناقص اي اس اكس زائد 1 مشتق هذا المقدار على المقدار ذاته. مشتق اي اس 2 اكس هو مشتق الاس ضرب اي اس 2 اكس. اذا المشتق لاي اس 2 اكس يساوي 2 اي اس 2 اكس ناقص مشتق اي اس اكس هو اي اس اكس على المقدار اي اس 2 اكس ناقص اي اس اكس زائد 1. نخرج عامل مشترك من البسط هو اي اس اكس ونقسم المقدارين عليه. اذا اي اس اكس خارج قوس ضرب 2 اي اس اكس ناقص اي اس اكس تقسيم اي اس اكس 1 يصبح المقدار في البسط اي اس اكس ضرب 2 اي
أس إكس ناقص واحد على إي أس إكس 2 إكس ناقص إي أس إكس زائد واحد. ينعدم المشتق عندما الوسط يساوي الصفر. إي أس إكس أكبر تماماً من الصفر. إذن ينعدم المشتق عندما 2 إي أس إكس ناقص واحد يساوي الصفر، وبالتالي إي أس إكس تساوي النصف. لندرس تغيرات F ونضع جدولاً بها. نأخذ نهاية التابع عند الناقص لا نهاية والزائد لا نهاية. نعلم أن ليميت إي أس 2 إكس عندما إكس تسعى إلى ناقص لا نهاية تساوي الصفر، وليميت إي أس إكس عندما إكس تسعى إلى ناقص لا نهاية تساوي الصفر. إذن نهاية إف إكس عندما إكس تسعى إلى ناقص لا نهاية يساوي لوغاريتم صفر ناقص صفر زائد واحد يساوي لوغاريتم واحد وهو الصفر. يساوي الصفر. إذن المستقيم الذي معادلته y يساوي الصفر مقارب للخط البياني f في جوار ناقص لا نهاية وهو محور الفواصل. نأخذ نهاية التابع fx عندما x تسعى إلى الزائد لا نهاية فنجد حالة عدم تعيين. إذن فنأخذ fx بالصيغة الأخرى 2x زائد لوغاريتم 1 ناقص e أس ناقص x زائد e أس ناقص 2x، ثم نأخذ ليميت fx عندما x تسعى إلى الزائد لا نهاية. نجد نهاية e أس ناقص x عندما x تسعى إلى الزائد لا نهاية تساوي الصفر، وأيضا نهاية e أس ناقص 2x عندما x تسعى إلى زائد لا نهاية أيضا صفر. إذن نهاية f x عندما x تسعى إلى زائد لا نهاية يساوي نهاية هذا المقدار زائد نهاية هذا المقدار. إذن يساوي لدينا نهاية f x يساوي إذن عندما x تسعى إلى زائد لا نهاية زائد لا نهاية زائد لوغاريتم واحد ناقص صفر زائد صفر يساوي نهاية 2x عندما x تسعى إلى زائد لا نهاية زائد لوغاريتم الواحد وهو صفر. إذن ليميت fx عندما x تسعى إلى زائد لا نهاية يساوي زائد لا نهاية. وجدنا في طلب سابق أن المشتق يساوي e أس x ضرب 2 e أس x ناقص واحد على e أس 2x ناقص e أس x زائد واحد. ينعدم عندما x تساوي ناقص لوغاريتم 2 وهي تساوي لوغاريتم النصف، وجدنا في طلب سابق. لندرس إشارة f فتحة x إشارة المشتق. المقام وجدنا في الطلب الأول أنه موجب تماماً. إذن إشارة F فتحة X من إشارة البسط. وبما أن E أس X أكبر تماماً من الصفر، إذن إشارة F فتحة X من إشارة 2 E أس X ناقص 1. يكون F فتحة X أكبر تماماً من الصفر عندما يكون المقدار 2 e أس x ناقص 1 أكبر تماماً من الصفر. إذن e أس x أكبر تماماً من نص. نأخذ لوغاريتم الطرفين فنجد أن x أكبر تماماً من ناقص لوغاريتم 2. يتحقق ذلك في المجال من ناقص لوغاريتم 2 إلى الزائد لا نهاية. إذن يكون المشتق موجب تماماً في المجال ناقص لوغاريتم 2 إلى الزائد لا نهاية.
الآن الفتحة X أصغر تماماً من الصفر. عندما يكون المقدار 2E أس X ناقص 1 أصغر تماماً من الصفر. إذن أيضاً بنفس الأسلوب نتابع فنجد أن X أصغر تماماً من ناقص لوغاريتم 2، وهذا محقق في المجال من الناقص لا نهاية إلى ناقص لوغاريتم 2. لنضع جدول التغيرات. في السطر الأول نضع مجموعة التعريف R ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. في السطر الثاني نضع إشارة المشتق، وفي السطر الثالث نضع Fx. وجدنا أن المشتق ينعدم عندما x تساوي ناقص لوغاريتم 2، وصورة ناقص لوغاريتم 2 يساوي لوغاريتم 3/4. إذن ينعدم المشتق عند ناقص لوغاريتم 2 صفر، الفتحة x تساوي الصفر. ووجدنا أنه في المجال من ناقص لا نهاية إلى ناقص لوغاريتم 2 إشارة المشتق أصغر تماماً من الصفر، وفي المجال من ناقص لوغاريتم 2 إلى زائد لا نهاية إشارة المشتق أكبر تماماً من الصفر. في السطر الثالث نضع قيمة ناقص لوغاريتم 2 هي لوغاريتم 3/4، ووجدنا أن نهاية fx عند الناقص لا نهاية صفر، وعند الزائد لا نهاية زائد لا نهاية زائد لا نهاية. إذن نجد أن التابع fx في المجال من الناقص لا نهاية إلى الناقص لوغاريتم 2 متناقص تماماً، وفي المجال من ناقص لوغاريتم 2 إلى الزائد لا نهاية متزايد تماماً. وهذا هو جدول التغيرات. للتذكير أن ناقص قيمة ناقص لوغاريتم 2 تساوي تقريباً ناقص 0.69، ولوغاريتم 3/4 أيضاً قيمة سالبة ناقص 0.28، وهذه القيم من أجل الرسم. اكتب معادلة المماس T للخط البياني C في النقطة التي فاصلتها صفر منه. عندما X تساوي الصفر يكون F الصفر، نعوض كل X بصفر يصبح E الصفر 1 ناقص 1 صفر زائد 1، إذن يصبح لوغاريتم الواحد. F الصفر يساوي لوغاريتم الواحد ويساوي صفر. وجدنا المشتق في طلب سابق. نوجد الآن قيمة المشتق عند نقطة التماس عند x يساوي الصفر، وهو ميل المماس. إذن الميل هو قيمة المشتق في نقطة التماس. نعوض كل x بصفر، يصبح لدينا في البسط 2 e بالصفر 2 ضرب 1 2 ناقص 1 1، المقام أيضا E الصفر 1 ناقص 1 0 زائد 1، إذن أصبح 1/1 يساوي 1، وهو ميل المماس. معادلة المماس في النقطة التي فاصلتها صفر هي Y تساوي F الفتحة A ضرب X ناقص A زائد F A. إذن y تساوي f فتحة ال a عند النقطة صفر في x ناقص صفر زائد f صفر. f فتحة صفر 1 في x ناقص صفر تصبح x زائد صفر. إذن معادلة المماس y تساوي x، وهي معادلة المستقيم المنصف للربعين الأول والثالث. لنرسم كل من دي ودلتا وتي، ثم نرسم سي في المعلم دي.
نرسم محاور الأحداثية أولاً. مبدأ 00، نعين بعض النقاط. الآن لرسم المستقيم دي الذي معادلته واي يساوي 2x وهو مقارب للخط البياني، نعطي قيماً لإكس ونستنتج واي. إذا كانت إكس تساوي الصفر فإن واي صفر، وإذا كانت إكس مثلاً واحد فإن واي 2. إذن النقطة الأولى 0 0 مبدأ الإحداثيات، النقطة الثانية 1 2، وهذا هو الخط البياني دي المستقيم المقارب دي. الآن لنرسم المماس الذي معادلته y يساوي x وهو منصف للربعين الأول والثالث، عندما تكون x وهو يمر من الصفر صفر، عندما تكون x واحد y واحد، وعندما تكون x 2 y 2، وهكذا. نختار بعض النقاط ونرسم المستقيم المماس t. المماس الآخر دلتا y يساوي لوغاريتم 3/4 تساوي، علمنا أن لوغاريتم 3/4 يساوي ناقص 0.28، ولوغاريتم ناقص لوغاريتم 2 ناقص 0.69. المستقيم دلتا يوازي محور الفواصل الذي معادلته لوغاريتم 3/4 دلتا. الآن المنحني سي يمر من النقطة ناقص لوغاريتم 2 ناقص 0.28 وتساوي لوغاريتم 3/4، هذه هي النقطة، ويمر من مبدأ الإحداثيات 0 0، ويمس t عند مبدأ الإحداثيات، ثم يقارب المستقيم d. يبدأ الخط المنحني من الناقص لا نهائي، ويمر من النقطة ناقص لوغاريتم 2 ولوغاريتم 3/4 ومن مبدأ الإحداثيات، ويمس تي في مبدأ الإحداثيات ويقارب دي، وهكذا. إذن يبدأ من ناقص لا نهائي، يمر من هذه النقطة ويمس تي في مبدأ الإحداثيات ويقارب دي. هذا هو رسم الخط البين. أشكر حسن المتابعة.